عندما تحدثت بالأمس عن معاداة السامية كان يدور في خلدي موضوع الحرب الفكرية وإرهاصات الغزو الثقافي، وما زاد من قلقي بالفعل هو ما رأيته من تشرذم واصطفاف طائفي ومذهبي في التعاطي مع المقاومة وطوفان الأقصى، وهذا آخر شيء أتمنى مشاهدته الآن. أنا فهد التميمي في فنجان جديد من قهوة وفنجان، وراح نترك موضوع محمد صلاح شوي ولو قليلا، ونتكلم اليوم عن سلاح يهمنا كثير ويستخدمه الصهاينة كثيرا، التفرقة المذهبية. فجهز فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة، وخلينا نبحر في السلاح الذي جعلنا في طي النسيان بالنسبة إلى التاريخ. عندما يقوم شيخ دين بتحذير حماس من التعاون مع إيران وحزب الله فقط لأنهم روافض، في ظل قصف دموي وجريمة إبادة إسرائيلية، فعلينا أن نقف قليلا ونفكر، هل هذا وقته؟ عندما يخرج شخص مثل إبراهيم عيسى ويرمي باللائمة إلى جماعة الإخوان لتبرير جرائم الاحتلال الصهيوني، هل هذا وقته؟ عندما يساوي أحد الخلايجة بين الجلاد والضحية، بين المحتل الصهيوني والمقاوم الصامد الفلسطيني، هل هذا وقته؟ مرور سريع على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يكشف لنا حجم الهوة بين البيئة الحاضنة للمقاومة والتي لا ترى في الفروقات الدينية والمذهبية مدعاة للتشرذم، وبين ذباب إلكتروني يهدف لدق أسفين الفرقة والخلاف بين أبناء الوطن الواحد. شخصيا ليس لدي أدنى إشكالية في اعتناق أي فكرة، فالأفكار مثل الطيور المحلقة لا يمكن تحديدها وحصرها وتقييدها، ولكن هنالك مصالح عليا تحتم الاصطفاف بجانب الإنسانية والوطن ونصرة المظلومين التواقين للحرية. في أكتوبر من العام الماضي 2022 صدر بحث مهم للدكتور نصر الدين العياضي يتناول تأثير الخطاب الطائفي والتمييزي على المجتمعات العربية وارتفاع عدد القنوات الدينية الطائفية من 35 إلى 135 قناة خلال السنوات الأخيرة. أتمنى من الجميع قراءته، وسأضع الرابط في صندوق الوصف. وفي مقال آخر أقتبس التالي: تتفق معظم الأعمال الأكاديمية حول هذا الموضوع على نطاق واسع على أن الاختلاف الطائفي هو نتاج التلاعب بالهويات الدينية من قبل الأشخاص الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة والتي تشكلت من خلال العوامل السياقية، ما يعني أن معظم الاختلافات الطائفية تختلف عبر الزمان والمكان. ومع ذلك لم يقم نصر بالتعاطي مع هذه البحوث أو حتى الاعتراف بوجودها. وأنت تشرب قهوتك في فنجانك حاول أنك لا تخضع لساسة فرق تسد، لأنها الوسيلة الوحيدة التي بقيت لعدونا المشترك لكي يستطيع البقاء على قيد الحياة. رحم الله شهدائنا وتقبلهم القبول الحسن وشفى المرضى والجرحى وشتت الله شمل عدونا، اللهم آمين.